اهلا بيكم في قناة وحيد صابر. اشترك بالقناة واعمل شير ولايك للفيديوهات، لكن التعليقات للأسف مفيش وقت للتعليقات. أنا بشبع على حضرتك. مش حضرتك قبل نوال؟ قبل نوال مين؟ اللي كانت بتدرس لي في ابتدائي. يتغنن؟ لا، أنا عبلة مديحة. عبلة مديحة، حضرتك كنت بتدرسيني في الحضانة. فعلا الكلام ده من حوالي 35 سنة، بس أنا هفتكر مين ولا مين؟ ده أنا كان عندي في الفصل 40 عيل. أنت مين فيهم؟ أنا مدحت يا عبلة. مش معقول بجد؟ والله كبرت يا مدحت، اهو بقيت عريس. عريس يا ابله. فاكرك طبعا، كنت عيل قوي انت، كنت بترايل على نفسك وكنت كنت بعمل حاجات كتير قوي على نفسي. وبتشتغل ايه دلوقتي يا مدحت؟ دكتور يا ابله. غريبه، اللي يشوفك يقول عليك عيان. مدموزيل، مش حضرتك برضو اللي كنت لابسه الخيمه السوداء؟ الخيمه السوداء كانت الخيمه. فعلا زي ما توقعت بالظبط، اول ما شفت جسمك كنت عايمه عرفت انك بنت نكته. ايوه يا سيدي، انا اللي كنت لابسه الخيمه السوداء. عايز حاجه؟ ابدا، بس كنت عايز احذرك ان في هنا مفتشين تموين كتير، واحد فيهم يهفك مخالفه ولا حاجه. يهفني مخالفه ليه؟ بتهمه اخفاء مواد تمويني. ده انت الظاهر عليك كلامك زي الدرش. بتعتبرني مواد تموينيه؟ طبعا، ده انت تتاكلي اكل. مالكيش حق ابدا تخبي الجمال ده كله. وانت على كده بتبيع ايه؟ انا جنيدي المشهور بتاع الكوره. انا مش متابعه الكوره. الحمد لله الحمد لله. تيجي نغفل سوا؟ ليه؟ اسمعك ام الخلول وهي بتغني. لا يا حيدر، مش عايز اسمع ام الخلود تحت الميه. بلاش تحت الميه، نسمعها على البلاج الليله دي. ها افكر. الله، ده الجدع بتاع الحساسيه اهو. اهلا اهلا. اقعدي هنا تنط على منزل الميه وارجع لك. اوكي. تقعدي فين يا استهاني؟ دي شمسيه خاصه بلجنه مكافحه تلوث البيئه. الله، يعني انت شايفني هنلوث البيئه ولا؟ طب انت شاورتي لي ليه؟ علشان انت شاورتي لي. مش مهم، المهم ان احنا الاثنين شاورنا لبعض. علمني العوم. انا راجل عصام يا ست عيشه، بدات حياتي من